السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كي درتم مع رمضان؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم الوصفه ديالنا بسيطلات بالحوت. عندنا في المقادير كيلو لاروب ديال الميرلون، ونص كيلو ديال الكالامار. عندي هنا الكالامار صغير مقطع دوائر. عندي نص كيلو ديال الكروفيت. عندي جوج ولا ثلاثة ديال البرويات مقطعين. عندي هنا شامبينيون نوار وشامبينيون فخي. اللي ما عندوش يدير شامبينيون ديال العلب داك المعلب. عندي هنا جوج طروفة ديال لافيرميسيل ديال الروز. وعندي في التوابل، عندي التوابل ديال السمك، هادو ديال البسطيله، وهادو التوابل ديال الكروفيت. عندي الكمون، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الثومه غبره، الملحه، وهنا عندي ورقه سيدنا موسى مطحونه. عندي هنا صوص نيوكمان ولاصوص ديال لي زويتر وصوص صوجة. المهم هادو اختياريين، اللي عندكم يا واخا تكون غير وحده تستعملوها ماشي مشكل. عندنا هنا شويه ديال الزيت البلديه باش غادي نشحروا العناصر ونبداو ان شاء الله. عندنا هنا الحامض، حامض عصير ديال حامضه صغيره. دابا ندوزو للطريقه ان شاء الله. عندنا هنايا دوك القشور ديال الكروفيت درتهم هنا يغلاو مزيان، طبخو مزيان مع واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نخويوهم فوق الفيرميسيل باش حتى هي تلدد لينا بمذاق ديال الحوت. صافي نخليوها واحد شويه تترقد مزيان. ف ندوزو دابا للشرموله باش غادي نشرملو الحوت ديالنا كامل. عندنا هنا ربيع المعدنوس والقزبر، خاصو يكون ناشف مزيان باش ما يخسرش لينا. الا بغينا نحتفظو بالبسطيله في الكونجيلاتور خاصو يكون ناشف، نشفو مزيان بشي سربيته. تنزيدو عليه هذاك الحامض معصر، تنبداو نزيدو في التوابل ديالنا. شويه ديال الملح، ثومه غبره، من الاحسن نديرو الثومه غبره في هاد البسيطلات لان تنبغيو نحتفظو بهم في المجمد، والثومه العاديه تتحمض شويه الا بقى في الكونجيلاتور ما مزياناش. من الاحسن هاد البودر. درت هنا معلقه صغيره ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال الكمون، ما نكثروش الكمون باش ما يطغاش لينا على المذاق ديال الحوت. وعندنا هنايا التوابل ديال البسطيله، درت معلقه صغيره. وعندنا هنايا التوابل ديال الكروفيت، درت غير نص معلقه. حاولوا ما نكثروش القامه. وهنا عندنا ورقه سيدنا موسى مطحونه، ندير منها تقريبا شي نص معلقه ما عامرش. نديرو الزيت البلديه بقياس اللي تحلينا العناصر كلها. صافي نطحنوا هذا الشيء ان شاء الله ونرجعوا. دابا هاد الخليط اللي طحناه غادي نزيدو فيه هادوك لي صوص، شويه ديال الصوص ديال لي نيوكمان، وشويه ديال الصوص ديال لي زويتر، صوص صوجا. نسمو لينا هاد الشرموله، وهي باش غادي نشرملو الحوت ديالنا كامل.
ميرلون غادي نشرملوها بهاد الخليط وغادي ندخلوها للفران تقريبا واحد ربع ساعه. هنا عندنا الهريسه اللي بغى يزيد الهريسه ولا السودانيه. انا حتى نكمل الخليط حتى نصايب الخليط كله ديال البسطيله وغادي نحيد منه النص والنص ندير فيه نزيد فيه الهريسه ديك الساعه. دابا تنشرملو الميرلون وغندخلها للفران ربع ساعه كما قلت لكم ما تخليوهاش بزاف. صافي دابا غندوزو كل حوت غادي نشحرو في نفس المقله. غادي نديرو شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت بلديه. غنبداو بالكالامار وتكون العافيه مجهده باش ما تسقوش لينا الماء بزاف. نضفنا فيها شويه ديال من ديك الصلصه صافي. غادي نبقاو نشحرو فيه ما نخليوش بزاف لان الكالامار تيقتاح الا بقى بزاف وباقي تابعو الطياب. هنايا ثاني غندير واحد مقيله اخرى غندير فيها البورو اللي درت طريت ديال الزبده وشويه ديال الزيت. هنا غادي نشحر البورو بوحدو نشحرو مزيان حتى هو تيهبط لينا ويطلق المذاق ديالو. غتيجي البورو زوين فهاد الحشوه ديال البسطيله. صافي دابا غادي نستمروا هكا نشحروا مزيان البورو والفواكه اللي عندنا ديال البحر. كل حاجه غادي نشحروها في الزبيده وشويه الزيت ونحطوهم يتسقطروا باش ما يبقاش فيهم نهائيا الماء باش ما يقطعوش لينا الورقه. صافي في نفس المقله نبقاو نزيدوا شويه ديال الزبده ولا خاصنا زويته بلديه ونشحروا. دابا غنزيدو الكروفيت حتى هو نزيدو شويه ديال الشرموله. نديوه نجيبو واحد شويه ونحيدوه مخليوش بزاف. البرو تا هو زدنا عليه شويه ديال الشرموله باش يجي تا هو لذيذ. صافي نحيدو الكروفات ونبقاو مستمرين. انا تنشحر حتى الشامبينيون فخي وتنزيد معاه حتى الشامبينيون نوار. اللي ما تيشحرش الشامبينيون نوار ولكن تيبقى معاه ما فيهش المذاق هو بزاف نديرو تقريبا على ود اللون. من الأحسن نشحرو باش يجي بنين. غنزيد فيهم تاهما من الشرمولة باش يجيو تاهما ملدين. ونشحرو مزيان. صافي دابا حيدنا لي شامبينيون زدنا عليهم البرو. الحوت الاخر درتو يتسقطر. دابا غنشحر الشعريه الصينيه وهذه والشعريه مع ما تكونش فيها المذاق باسله تنكثر ليها الشرموله. صافي حتى هي تنديها ونجيبها مزيان نشحرها. نخلطوا جميع العناصر. هاد الحوت خليته تيتسقطر. ميرلون حتى هي طابت جبتها من الفران. غنخلي هاد العناصر كلها تبرد وعاد نرجع معكم ان شاء الله باش نعمروا البسيطلات ديالنا. هنا فين قلت لكم غادي نحيد واحد شويه ندير فيه الحار وزدت فيه الصوجا وزدت فيه صوص نيوكمان
والشيء الاخر خليته عادي، قياس الاخر خليته عادي، ونخليه حتى تبرد الحشوه مزيان، عاد نزيدو شويه ديال الفرماج، هذا اختياري اللي بغى يزيدو. صافي نصاوبو دابا البسيط لاط ديالنا. انا صوبت هاد الصغيورات، صوبتهم هذاك السيركل يجيو صغيورات، وحدين درتهم في هذاك الطبيسي اللي عندنا طويجين، ومقياس على حساب اللي بغيتو نتوما، واش تصغروا البسيطلات ولا تكبروهم. صافي تنديروا الورقه بحال هكا، وتنديروا فيها واحد الوريقه صغيره لداخل باش تشد لينا شويه على الحشوه، وتنعمروا مزيان بالحشوه اللي هذا الخليط كله، وتنديروا فوقها طريفات ديال الميرلون، لان الميرلون ما خصناش نخلطوه مع الخليط لان هي في ساعه تفرتس، من الاحسن نخليوها هكاك. تنزيدوها طريفات باينين، صافي نجمعوا البسيطله ديالنا كما العاده، كلشي تيعرفي اما بالبيض تاع البيض اما بشويه الطحين. انا ما كثرش ليها الورقه باش تجيني عامره من الداخل وما تجيش فيها الورقه كثيره. صافي غنبقاو هكا مستمرين، ونلصقو بالخليط ديال الطحين مع الماء. درت معكم هادي كبيبره شي شويه، غندير معكم وحده صغيره في السيركل هنا في السيركل. قطعت الورقه هكا مثلثات، تنديروا وحده واحد مثلث كونتر الاخر، واحد من هاد الجهه واحد من هاد الجهه باش تجينا العماره مزيانه فيه. صافي كما الاولى تنديروا شويه ديال الميرلون من الفوق. صافي وتنبقاو نسدو. دابا غنبقاو مستمرين هكا تنكملوا، الا كان عندنا شي فائض ديال الورقه نحيدوه. غنكمل انا هكا، تنكمل بسيطلات كاملين، وغدوزوا معايا الوصفه الثانيه ان شاء الله. عندنا الكريب معمر. غنبداو بالمقادير ديال الكريب. عندنا نص سيترو ديال الحليب يكون بارد عادي. عندنا جوج كيسان ديال الطحين ما يعادل 225 غرام ديال الطحين فورس. عندنا هنا 50 غرام ديال الزبده غندوبو ان شاء الله. عندنا جوج بيضات غنسموها بشويه ديال الثومه بودغ. عندنا شويه ديال الملح، عندنا شويه ديال الزعتر. هادو هما المقادير. غنبداو دابا الطريقه. غنديرو هاد جوج بيضات نخلطوهم مع الحليب مزيان. انا هنا عندي جوج بيضات كبارات شي شويه، اللي عنده بيضات صغار يدير ثلاثه. صافي نسمو بشويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه وشويه ديال الزعتر. الا بغيتو في هذه المرحله تزيدو شويه ديال الفرماج محكوك ممكن، حتى هو تيعطيها لذه زوينه. نخلط مزيان وغادي نخوي هنا في البول، غنبدا نزيد عليه الطحين شويه بشويه، كنخلط في الطحين حتى ينسجم ليا مزيان.
دابا غادي نخلطو بلوبغا مزيان باش ينسجم ليا مزيان العناصر كلها. صافي وغادي نصفيه، واخا ما فيه لا كويرات لا والو غير من داك. ودابا غنزيدو الزبده في الاخر، هي اخر حاجه تنزيدوها، وغادي نخليوه يرتاح شويه بينو ما قادينا الحشوه ديالنا. عندنا هنا واحد البصله كبيره مشلضه، عندنا شويه ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، عندي هنا شويه ديال لي زيبينار، عندي الشامبينيون حتى هو مقطع رقيق، عندي شويه ديال الخضار المجففه، هذه راه تزيد واحد المذاق زوين، وعندنا شويه ديال الهريسه والقامه، عندنا الملح، عندنا الكمون، عندنا فلفله حمراء حلوه، وعندنا قزبر يابس، وعندنا لا كريم فريش غنزيدوها في الاخر واحد شويه، والزيت البلديه ان شاء الله. دابا درت هنا الزيت البلديه وشويه ديال الطريف ديال الزبده، غنشحر هاد البصيله مزيان، نزيد عليها شويه ديال الملح باش في ساعه تهبط لينا في ساعه الدبال. انت تشحلنا البصله مزيان تنزيدو الشامبينيون حتى هو تنشحرو معاه مزيان باش يطلق لينا البنه تيتغير اللون ديالو، عاد تنزيدو الدجاج وديما على نار عاليه باش الدجاج ما يطلقش لينا الماء كما تنقول لكم ديما. دابا غنزيدو الملح، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الكمون، فلفله حمراء والتحميره، واحد جوج معلقات صغار ديال الخضار المجففه. صافي ونخلطوا العناصر كامله، ونزيدوا شويه ديال الهريسه ما نكثروش على حسب الذوق. صافي نخليو العناصر تطيب مزيان، اخر حاجه تنزيدو هي لي زيبينا لان في ساعه تيطيبو، غيتجانسو لينا مع المقادير كلها. هذا غنزيدو عليهم ان شاء الله لا كريم فريش، تعطيهم واحد التعليكه زوينه. اللي ما بغاش يدير لا كريم فريش يعوضها بشويه ديال بشي جوج معالق ولا ثلاثه ديال الياغورت الطبيعي حتى هو تيجي مزيان. صافي نخلي الحشوه تبرد، دابا غندوزو للكريب نخبزوه ان شاء الله. كريب راه كلشي تيعرف يصايبو، بقاو نديرو على جهه حتى تطيب ونقلبو على الجهه الاخرى. صافي نبقاو مستمرين حتى نكملو الخليط ديال الكريب اللي عندنا، ونبقاو نخلطوه مره مره بحال الشكل ديال البغرير. هنا غندوزو نعمرو، درت شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا، وتنعمر شويه ديال الحشوه وتنطويها مربع، ونحاولوا نديروا هاد لاستيوس تنقبطوا هاد البلايصه باش يجينا مقاد، يجيناش دوك الجناب خارجين، تيجي عندنا المربع مقاد.
صافي. وتنستفهم واحد الطاوه دهنتها بالزيت بلديه وغادي نستفوهم، تنديروا فيهم شويه الفرماج من الفوق وتندخلوهم من الفران، تندخلوهم عيد غراتينه وصافي. دابا غندير معكم واحد العصير سهل وزوين، جوج ديال الانواع ديال العصير عندنا هنا، الليمون الفريز، وواحد غادي نديرو بالخس وبالتفاح الخضر وب عندنا كرافس وشويه ديال المعدنوس والخيار. غنبداو دابا ان شاء الله. صافي تنبداو نديرو في الليمون ديالنا الفريز، اللي بغى يدير هاد العصائر حتى في الطحان الكهربائي العادي ممكن ويصفي، اللي بغات يدير هذا ديال الكرافس وديال المعدنوس والخص ممكن يديرو ويصفي ماشي مشكل. غنبقى مستمر انا في العصير تنكملو وندوز معكم العصير الاخضر حتى هو، تنبقاو مره الخيار مره الكرافس مره التفاح حتى تنكملو المعدنوس، راه مزيان للصحه بزاف نحاولو نديرو في العصائر. راه تيطحن واخا غير في الطحان العادي راه تيطحن. نتندير شويه الخس صافي تتنكمل ان شاء الله. هذا هو العصير ديالنا. هذا هو الكريب ديالنا اللي درت معكم، درتو انا على جوج شكل، درت هذا الشكل بحال سيغا ودرت هذا الشكل المربع، درت لهم شويه ديال الشيدر وفرماج احمر. عندنا تميرات، هذا هو العصير ديالي الاخضر، راه تيجي منعش وديتوكس وصحي. عندنا هنا بسيطلات ديال الحوت اللي صايبت معكم، نحل معكم وحيدة. تجي عامرة وما تجيش فيها الورقة كثيرة وتجي بنينة، حاولوا تجربوها بهذه الطريقة ديالي. وعندنا هنا العصير ديال الليمون مع الفريز، وعندنا هنايا الشوربة درتها بالحوت، غادي نديرها معكم ان شاء الله، راه صورتها غادي نلوحها لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. راه تجي منعشه وزوينه وصحيه، ننوعوا شويه على الحريره ديما، وهذه قد ما شربتوا منها ما تخافوش منها. وعندنا اتاي ضروري في الطبيله المغربيه، درتو هنايا بالحباق وبفليون نعناع شويه السالميه. وهذا هو فطورنا، نتمنى يعجبكم هاد الوصفات اللي درت لكم وبصحتكم فطوركم، والى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.